ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن الآن على أعتاب محرم، عام كامل من عمرنا ينقضي وتبدأ سنة جديدة تبدأ بمحرم الذي هو شهر الحزن والعزاء والشعائر الحسينية. الشعائر شنو هي؟ الشعائر يعني معالم الدين. حدد الشارع شنو هي الشعائر؟ ما حدد. أكو عندنا رواية تقول ما هي الشعائر؟ لا. كان في زمان الإمام الصادق أو ما كان في زمان الإمام الصادق؟ اللطف، كان في زمان الأئمة صلوات الله عليهم لو ما كان؟ الجواب نعم كان، ولكن نفرض أنه ما كان، لا يضرنا ذلك، لأنه كلمة من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما تحددت في شكل معين. كل شكل يؤدي إلى هذه النتيجة فهو مرضي عند الله وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآية إذا انطبقت فهذه الشعائر تعظيمها تعظيم لله.